إلى أبد الآباد كلها آمين. النهاردة الأحد الثاني من شهر طوبة المبارك، وشهر طوبة معروف إن دايما 11 طوبة بيجي عيد الغطاس، وإحنا عيدنا من يومين بعيد الغطاس اللي هو عيد الظهور الإلهي اللي هو بيشيل المعمودية المقدسة. فالكنيسة النهاردة وضعت لنا إنجيل معلمنا لوقا الإصحاح 11 من آية 27 لآية 36، وفيه بيتكلم عن موضوعين كبار مهمين. الموضوع الأول هو قصة يونان، يونان النبي. طب إيه علاقة يونان النبي بالمعمودية وبعيد الغطاس؟ عيد الغطاس هو معناها المعمودية، والمعمودية هي دفن وقيامة مع السيد المسيح. وكما مكث يونان في بطن الحوت 3 أيام، هكذا مكث الرب يسوع في القبر 3 أيام. الموضوع الثاني المهم هو موضوع العين، العين الاستنارة الروحية، العين الداخلية. المعمودية بتعطي الإنسان استنارة يقدر يشوف، بتديله بصيرة، بنسميها البصيرة الروحية الداخلية. الجهاز الروحي للإنسان عبارة عن إيه؟ عبارة عن عين وودن وقلب. أي إنسان فينا ليه جهاز روحاني، العين الودن القلب. الإنجيل النهاردة بيتكلم عن العين، والسؤال هنا ما هي طبيعة عينيك، أو ما هو نوع عينيك؟ إيه هو النوع بتاع عينك؟ عينك دي نوعها إيه؟ من ناحية الفسيولوجية الجسمية يعني العين تركيبها بيكون واحد في كل إنسان عند البشر، كل واحد فينا تركيبة العين واحدة. ولكن لما بنتكلم هنا عن العين ما نقصدش العين الخارجية، ولكن نقصد ايه؟ العين الداخلية، العين الروحية، عين قلبك. البصر بيقولوا عليه ان هو بيبصر الاشياء الكبيرة، اما البصيرة فبتبصر الاشياء الدقيقة، الاشياء الصغيرة. انجيل النهاردة بيحدد نوعين من العين، في العين البسيطة النقية، وفي العين الشريرة المظلمة. العين تعتبر عضو هام في الجهاز الروحي للإنسان، هي المدخل الرئيسي للمعرفة في حياة الإنسان، بمعنى إن كل ما نعرفه في حياتنا ده وصل إلينا عن طريق إيه؟ عن طريق العين. بيقول علماء الاتصال أو علماء التربية إن العين تمثل 75% كمدخل من مداخل المعرفة، والإنجيل النهاردة بيحدد إن العين هي سراج الجسد. والسراج معناه إيه؟ المصباح، السراج اللي بيقود جسدك كله هو إيه؟ هي عينيك. العين كانت سبب أساسي للعثرة، هي سبب رئيسي في قصة السقوط، لأن لما الشيطان قدم ثمرة الشجرة بتاعت معرفة الخير والشر لآدم وحواء شافوها إيه؟ شهية للنظر وبهجة للإيه؟ بهجة للعيون، وكانت النتيجة إن هما إيه؟ السقوط في الخطية. عشان كده ربنا أعطانا الكتاب المقدس، سراجا لجسد، سراجا لرجل كلامك، نورا لايه؟ لسبيلي. ربنا ادانا الوصيه اللي بتنور ايه؟ عينينا في الطريق الروحي. عشان كده وضحها داود النبي في المزمور اللي بنصليه في باكر، وهو مزمور السماوات تحدث بمجد الله. قال كده داود، قال ايه؟ قال فرائض الرب مستقيمه تفرح القلب، وصيه الرب مضيئه تنير العينين ايه؟ عن بعد. فوصية ربنا هي اللي بتنور الانسان. هنا في فعلين الوصية بتعملهم، اول فعل ان هي بتفرح قلبي،
لما اجي اقرا كلمه ربنا قلبي بيكون فرحان. الحاجه التانيه بتنور عيني، تعرفني الصح من الغلط. عشان كده الوصيه بتجعل عينيك منيره، ترى كل شيء بصوره ايه صحيحه. نقدر نحصل على العينين النقيه الروحيه دي عن طريق الكتاب المقدس، قرايه الوصيه اللي بتنور عيني. في سفر الجامعة بيتكلم عن العين الشريرة وبيقول العين لا تشبع من النظر والأذن لا تمتلئ من السمع. لا العين بتشبع من الخطية ولا الودان بتشبع منين؟ من الخطية. سفر الأمثال بيقول العين المستهزئة بأبيها وأمها والمحتقرة إطاعة أمها تقورها غربان الوادي وتأكلها فراخ النسر. والعين ممكن تكون فيها شرور كتيرة. الأمثلة كتيرة على العين لما تكون العين شريرة. العين الشريرة ممكن تكون عين زي عين الغني الغبي، كانت عينيه شريرة، كانت عينيه طائشة، ما بتعرفش تركز في حاجة. الله أعطاه رزقا وخير كتير، المال هنا عبارة عن وزنة، بدل من إن هو يتاجر بيه الوزنة قال كده، قال أعمل هذا، أهدم مخازني وأبني أعظم منها وأجمع هناك جميع غلاتي وخيراتي وأقول لنفسي يا نفسي لك خيرات كتيرة موضوعة لسنين كتيرة، استريحي وكلي واشربي وافرحي. سمع بقى الصوت بتاع ربنا فقال له الله يا غبي، هذه الليلة تطلب نفسك منك، فهذه التي أعددتها لمن تكون؟ عينيه كانت عينين طائشة، ما كانتش مركزة على الطريق الروحي، كانت عينين ضايعة خالص بعيدة عن ربنا، لا تضبط الأمور بصورة صحيحة، وما فهمش ان كل اللي ربنا اعطانا اياه هي عبارة عن عطية. ربنا اداني هذه العطية كوزنة عشان استخدمها بصورة صحيحة في عمل الخير. بنسميها العين الشريرة، العين الطائشة. في عين تانية بنسميها العين الناقضة، العين اللي مليانة إدانة، اللي بتدين باستمرار. دي العين اللي ما بيعجبهاش العجب. مثال لكده زي سمعان الفريسي. سمعان الفريسي المرأة الخاطئة جاءت إلى بيته بمشاعر طوبة نقية خالصة، ودخلت إلى السيد المسيح وقدمت توبة ودموع وسكبت دموع على رجلين السيد المسيح ومسحت رجليها بإيه؟ رجليه بشعر رأسها. نلاقي هنا إن السيد المسيح بيقبل هذه المشاعر، مشاعر الحب الحقيقية ومشاعر التوبة الحقيقية. أما عنين سمعان الفريسي ما يعجبهوش هذا التصرف، ده أدان المرأة وأدان مين كمان؟ أدان المسيح شخصيا. قال لو كان هذا نبيا لعلم من هذه المرأة وما هي حالها، دي هي إنسانة خاطئة، أدانها وأدان المسيح أيضا. السيد المسيح عمل مقارنة ما بين سمعان الفريسي وما بين المرأة الخاطئة. في الآخر خالص كانت نتيجة هذه المقارنة، في نهاية المقارنة نلاقي إن المرأة الخاطئة تكسب بسبب دموع التوبة اللي سكبتها على مين؟ من عيونها على رجلين المسيح. في الآخر خالص نلاقي إن سمعان الفريسي عينيه مليانة بالإيه؟ بالإدانة، عين ناقضة. في العين الأنانية، أناني، إنسان أناني، عينيه فيها أنانية، فيها غيرة من ناحية الآخرين، عايز يبقى هو وبس. لما انتصر داود النبي على جولياط الجبار بقوة الله، ابتدى يحصل لشاول كده نوع من أنواع الغيرة، غيرة مرة. الغيرة دي اتحولت جوه قلبه إلى أنانية قاسية،
وبدأ شاول يسعى لقتل مين؟ لقتل داود، على الرغم من ان داود حقق انتصارا كبيرا للشعب وانتصر على جولياط اللي قعدوا 40 يوم يعاير شعب الله المختار. ولكن شاول بدل ما يكون عنده محبة ناحية داود كانت عينيه مليانة بالأنانية، أنا وبس. وزعل لما قالوا، لما ابتدوا البنات يقولوا لداود ضرب ربوات أما شاول ضرب ألوف، كانت عينيه أنانية عايز المجد لي بالرغم أنه لم يصنع شيئا في هذه الحرب. في العين الطماعة، العين الطماعة دي بنسميه شيطان النصيب الأكبر. فاكرين القصة بتاعت أبو مقار لما كان عمال طول اليوم عمال يطلع في يعمل الشجر ويحط الأشجار كده عشان في الآخر ياخده ويتدفوا بيه أو يصنعوا بيه حاجة، قعد طول اليوم يشتغل. في الآخر طلع له الشيطان على شكل راهب قال له اقسم معايا العمل اللي أنت عملته. راح الشيطان قال له اتفضل، قال له اتفضل أنت اقسم. راح الشيطان عمل كومة كبيرة وكومة إيه؟ صغير. وقال لأبو مقار اختار. أبو مقار أخد الإيه؟ الجزء الصغير بالرغم ان هو تعب اليوم كله. لحن الشيطان ده اتحرق ليه؟ لانه كان عايز يوقعه في الطمع. شيطان اسمه شيطان النصيب الاكبر، العينين الطماعة. وده اللي حصل ما بين لوط وابراهيم لما حصلت مشاجرة، قال له انت تروح يمين انا اروح شمال، اختار الارض اللي انت عايزها، لو انت اخترت الارض اللي هنا نختار الارض الناحية التانية. فبص لوط الى ايه؟ الى سدوم وعمورة، ولقى ان سدوم وعمورة دي ايه؟ ارض مليانة بالخيرات. بص لنفسه اما عمل ايه؟ اختار سدوم وعمورة بانانية. وفي الاخر خالص النصيب الافضل دون والطمع والدل في خيئة فين؟ ان سدوم وعمورة دي اتحرقت. حرقت العين الطماعة. احنا بنطمع في ايه؟ في شوية حاجات ارضية في الاخر مسيرها هتتحرق. في العين الممتلئة بشهوات الجسد، دي العين اللي قال عنها سليمان، قلنا في سفر الجامعة العين لا تشبع من النظر. حواء نظرت ثمرة الشجرة معرفة الخير والشر فسقطت. عيسو لما نظر للعدس واشتهى العدس اللي حصل سقط. شمشون لما نظر لدليلة سقط. اذا دي عين الشهوة، عين مملوءة بشهوات الجسد. دي الامثلة عنها بقى لا تحصى ولا تعد. دي العين المملوءة شهوة كتيرة، ودي العين اللي بتعتبر من ابواب الخطايا الشهوانية في الزمان الوحش اللي احنا عايشين فيه دلوقتي، خصوصا مع وجود وسائل الميديا المتعددة بصفة عامة، سواء كان ديش او انترنت. ده احنا مسكين في ايدينا شطان اسمه الموبايل، ممكن ادخل فيه على مواقع مش شريرة بتشبع هذه الشهوات. والايه؟ الانسان ما مهما النظر لهذه الاشياء يفضل جعان. عشان كده يقول العين لا تشبع من ايه؟ من النظر. بيسقط الانسان في خطايا كتيرة ولا تشبع العين منين؟ من النظر. في العين اللي بلا رحمة، عين ما فيهاش رحمة، عين قاسية. العين القاسية غير الرحيمة، دي أقرب مثل ليها هو مثل الغني والعازر. الغني ربنا أعطاه عطايا كتيرة، والعازر كان على بعد أمطار صغيرة منه وعينه شايفاه داخل طالع من بيته، شايف لعازر، ومع ذلك عينيه كانت قاسية. لا ترى العين القاسية، عين قاسية لا ترى. العين القاسية دي جعلته يتمتع هو ويعيش حياته، والعازر إنسان فقير كان على بعد أمطار منه لا يجد من يشبعه أو حتى من يحن عليه. عين قاسية. العيون الشريرة دي كتيرة جدا، والعين النقية البسيطة هي العين الحلوة اللي بترى يد الله تعمل، فهي العين اللي قال عنها أشعيا النبي لم ترى عين إلها غيرك.
يصنع لمن ينتظره. العين الحلوة دي النقية مش هنقدر ناخدها ولا نقتنيها إلا لما نقرأ الكتاب المقدس، عشان الوصية هي اللي هتنور عينينا. العين دي مش هنقتنيها غير لما نخش ونتعصر جوه التجارب، زي ما تعصر أيوب في التجربة بتاعته. وأيوب لما تعصر في التجربة الكبيرة بتاعته اللي مر بيها، ما شافش ربنا غير في نهاية الإيه؟ في نهاية التجربة. عشان كده قال: بسمع الأذن قد سمعت عنك، والآن قد رأتك إيه؟ عيني. العين البسيطة هي العين المملوءة بالإيمان. العين النقية هي العين المملوءة بالرجاء. العين اللي هي مليانة بالرضا والشكر. ربنا قادر إن يدينا عينين بسيطة مليانة بالإيمان، يدينا عينين مملوءة بالرجاء، يدينا عينين مليانة إن احنا نشكر ربنا دايما، ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين. قنوم اسميني اسقوا وبنت باي.